نرجعلكم مشاهدينا حل مواعدكم مع دو ات يور سيلف. صرت معي باسكال. صباح الخير معلم باسكال. اليوم معلم صباح لانه النور. في شغل على الارض اليوم. بدنا نحكي عن شغله كثير بحبها، كثير مودرن. صح. ما بعرف اذا الكل بحبوها. انا بيرسونلي كثير بحبها، وهي مثل البيتون بروت على الارض. صحيح. هو كنا بلشنا انا وتينا بالحلقه الماضيه حكينا عن كيف نعملها الابلكيشن على الحيط، لانه كمان بنشوف حيطان بيتون بروت، الافال بيتون بروت، وهلا انه راح نشوف اليوم على الارض كيف نعمل الابلكيشن سوا. ومثل ما قلتي ستيفاني، يعني هيدي ماتيريال كثير بتعطي الستيل المودرن والكونتمبوران، يعني ما بنلاقيها بالبيوت الكلاسيك او التراديشنال. دونك هي هلا كمان كثير ضاربه، يعني من حتى مش بس بالبيوت، عم نشوفها بالمكاتب، عم نشوفها بالمولات، عم نشوفها بالمطاعم، بالمطابخ. انا بحبها بالمطبخ. ليش؟ لانه ارض المطبخ او حمام للضيوف 100% كثير حلوه، كثير كثير، وخصوصا انه عم نعمل لها كومبينيشن مع ماتيريال ثاني مثل الخشب، عم بيعطي كثير افي حلو. والافانتاج انه اول شيء كثير بتلقى، يعني ما بنعتلها، ما بتتنظف كثير بسهوله، فينا نكب عليها ماء ما كثير ببين ال ولا ما هيك، مش هيك بتلقى دعك، يعني مش هيك بتفضلي تستعمليها بالمطبخ مثل ما قلتي، لانه تاشيت وهيك ابدا بيختفوا، ما كثير ببين. وفينا نشطف وفينا نغسل، فينا نشطفها وما بتعبي بكتيري ولا اي، ما عندها اي مشكله ابدا. والاحلى شيء اللي فيها واللي انا هيدا رح احكي عنه اليوم هو انه فينا نركبها حتى لو عندي بلاط. انا مش مضطره ابدع بلاطي لحتى ركبها عليهم على الارض، يعني لحتى هيك ما نفوت بورشه. او مثل ما قلت، يعني كثير اوقات بنوصل لمرحله ببلاط المطبخ بيقدم، بصير مجوي، بصير بده تغيير، بنزهق منه، بنحس انه خلص. يعني قد ايه بتاخد وقت؟ بدها تقريبا شي 3 4 ايام، لانه في عده فازات بدنا نمرق فيهم. يعني باول كوش مثلا بدنا ننطر 24 ساعه لتنشف لاقدر ارجع احط الكوش الثانيه. يعني في كذا ايتاب بدنا نمرق فيها قبل ما يعني نوصل للفينال. رح نشوف بالصور شوي عن شو عم نحكي لحتى ناخذ فكره الستايلز اللي فينا نعملهم بال بيتون او البروت، يعني البيتون بروت. هون عم نشوف ستيفاني انه اكيد مبين افي البيت كثير مودرن، الخشب الكومبينيشن وجوده مع الارض البيتون عم بيعطي افي كثير حلو. وكمان اذا لاحظتي عم نشوف عم نقدر نستعمله للاكستيريور كمان، مش بس لجوا. وفينا نعمل ديزاينات فيه، مثلا هون عاملين ترم كاريات، في ينعمل اكثر من هيك حتى. في كمان هنا ناس عم بحطوا كتيبة على الأرض، فيك تعملي فيها. ما هي هلا رح نشوف سوا، انه لانه هو كناية عن اندوي، يعني معجونة عم تنحط ومنلونة، وفي بيجي منها كذا لون، يعني في مثل ما شفنا هيدا اللون البيتون الجري البروت، في الكمال يعني على لون الصحراء هاللون، وفي اللون الأحمر البريك يلي كمان دونك نحن هيدا عندنا تشويسز، يعني في تشويسز كثير. في يعني هو اللون تبعه اذا بدك بيكون، بس الجري اكثر شيء باسبارتو، لانه بيلبق مع كل الموبيليا وكل شيء بتحطي عليه. صح. يعني وبيعطيك الافي البروت المضبوط، يعني صح. اذا بدك توصلي لهالتارجت هيدا عم بيوصل لك اياها مضبوط. هون عم نشوف كمان ستيفاني بسبا مثلا مستعملينه للبيتون البروت، كمان عاطي كثير حلو. وعم نشوف انه عم نوصل لافي بيكون شايني، يعني عم بلمع، لانه اكيد كمان بينعمل له. رح نشوف بالمراحل سوا كيف بنوصل لهالافي. هون عم نشوف كمان مثل بالصوره المرئيه انه كيف بنقدر نستعمله اندور واوتدور كمان. يعني كمان هون عم نشوف في ترام عاملينها بالارض، بال يعني رسمات معينه عم نقدر نعملها بهالبيتون. وكمان عم نشوف انه اغلبيه الوقت عم نستعمله هالكومبينيشن الخشب حده، عم بيعطي كثير افي حلو وكثير افي مودرن، يعني اكيد.
هون عم تشوف بالمطبخ مستعملينه، وهون مغمقين التلوينة إذا بدك تبعهم، لونينه شوي أغمق من البيتون البروت العادي، وكمان عاطي إفكت كتير حلو مع الأبيض الكونتراست تبع الحيطان، حتى ما بيلبق مع المارون كمان، ليبق مع البني 100%. صح. هون عم نشوف على الحمار شوي، يعني هون لما قلنا انه على بريك فينا نلونه، كمان اخف شوي من البريك بس كمان حلو 100%. صح. وكمان عم يكون اللمعية حلوة يلي فيه. هلا رح نشوف سوا كيف بدنا نستعمله لهال الأندوي. هلا هي بتكون كناية اذا بدك. انا هلا هون حضرت بلاطات، وإذا منشوف بالكاميرا رح نصوب بالكاميرا على البلاطات، إنه أوقات بيكون عندي دفويات مثلاً، صار بين عندي البلاطات. إيه يعني انكسرت البلاطة، صار عندي الجوان بيناتهم فرق أو شيء، يعني عم نشوف إنه نحن هون كيف حتى لو عندي مشاكل بالبلاط، يعني بلاطي منه نظيف، أنا بقدر خبي عليه وغطي بهالأنطية اللي رح نستعمله. ما منحبه مثلاً، بدل ما نعمل ورشة نغير نقبع كل البلاط، نقبع البلاط وهيدا غبرة وجاية بقلب البيت 100%. صح. هلا اذا بدي اقول شغله، انه قبل ما نبلش انا ركب هيدا الاندوي، اذا انا عم بعمل بالمطبخ او بالحمامات عاده، يعني هونيك بتبقى كتير في جريسي، يعني بتبقى مدهنه الارض لانه في صابون في مي في جايه، افضل اني انا نظف الارض بتنر بشقف عليها تنر، وبرجع بحفها بورقه ازاز قبل ما ابدا الفاز اللي رح نعملها هلا، هيك لاتاكد انه انا شلت كل شيء مواد دهنيه بعدها متكون انه متسربه من اللي اوقات يعني كتلت الارض. اكيد اذا قليت شيء بيطرطش مثلا على حافه البانيو على البلاط اللي حد البنوار، بيكون انه في صابون كتير عم ينزل هونيك، بقى بتصير الارض شوي مدهنه. صح. وما بيعلق عليها المعجون اللي رح نحطها هلا. دونك هيدي فاز ضروري نعملها اتاب قبل ما نبلش بالمرحله اللي رح نعملها هلا. هلا انا رح نبلش سوا نخلطها، هي بنشتري الكيس هي الاندوي البروت هيدا بنقلها، بده يكون معنا ماليج ومشحاف لحتى نقدر ماليج. اوكي. انا هلا هو عاده المعلمين بالورشه بيخلطوا بسطل، اوكي، وبصيروا بيشيلوا بالكيله وبيدلقوا على البلاط هيك ليكون اسرع، ويكون عندهم كميات اكبر. هلا ضروري يعني كمان انه نلبس كفوف، اوكي، لانه هيدي ماتير كثير قويه، كثير كثير قويه، بقى بدنا ننتبه على ايدينا بنلبس كفوف. هذا المشحاف ولا الميلي؟ هذا المشحاف. أول مرة بسمع هالاسم. بس بدي أجيب شيء بشوف هون من العدة تبعي، بدي عصا أخلط فيها. أوكي. يعني نحن هون بدنا نوصل لروبة ما رح تكون سميكة، بدها تضل ما رح تكون سميكة. لا مش مثل المعجونة تبع الحيط. هلا هون بعد شوي ما في كونتيتيات بنحطوا مثلا هالقد مي هالقد يعني تقريبا على النظر لحتى توصلي ل كل واحد عم يعمل قهوة بصير بروفيشنال بالاخر. يعني هلا رح نشوف سوا تقريبا قديش دوغري ال لا قديش الدنسيتي، فوالا انه قديش بدها تكون رخوه. فينا نقول قديه سمكتها بدها تنخلط منيح، لانه تكون اوقات بتكب بدها تضل هالقد مي؟ ايه
واو اميزنج. انا ابدا ما كنت بفكر انه لازم تكون هالقد مي. ايه لا بتكون مي لانه هلا هيدي مش يعني هيدي اذا بدك عم نحطها كباز لحتى يلزق المعجونه على البلاط. وهيدي كمان بدنا تنعمل دو كوش وجهين يعني اول وجه بس نعملها رح نشوف انه رح يمشح معنا يصير عندي تمشيحات ويجروح حتى ما في مشكله لانه هي سميكه هيدي البودره بدها تعمل شوي والبلاط كمان بتكلف كثير باسكال يعني الكيس اذا واحد بده يشتريه تقريبا شيء 120 دولار هيك شيء تقريبا اوكي وانه بيمد منيح وبيمد قد ايه كنت رح اسالك هذا السؤال يعني بيمد لك شي 20 متر كاري اوكي فير ايه مثل واحد اذا بدك تشتري بلوت تدفعي اكثر صح هلا هو كمان هالبرودوي يعني اذا بدك انت تركبيه بايدك كثير هين وما بكلف ابدا يعني بيكون ابدا مش مكلف يعني بدك تعتبري 7 دولار على المتر بس اذا بدك تجيبي معلم اكيد بده ياخذ اجرته اكثر دونك بدك تعتبري تقريبا شيء بده ياخذ منك بين ال 25 و 30 دولار على المتر على المتر وي يعني اغلى شوي من الباركي بس هيدا بيضاين اكثر من الباركي وما بده انترتيان قد الباركي صح الباركي بده انترتيان بده انترتيان اذا اجى كثير مي بدنا ننتبه له ما فينا نركبه بكل المحلات الباركي يعني لا. ما فينا نركبه بالتواليت ما فينا نركبه بالمطبخ بينما هيدا في انا الجمعه الماضيه ما كنت عم بحضركم كنت عم تقولي لي انه ركبته على الحيط صح علمته كيف يركبوا 100% كثير هين تركيبه تينا ركبت مش انا زدت الطريقه لا اكيد غير برودوي عم نستعمل يعني هيدا بده يكون اقوى واقسى لانه الارض عم ما ننسى انه عم ندعس عليها بيجي عليها جاي بينما الحيط مش زيت البرودوي بدنا نستعمله لانه اكيد ما عليه الدعك يلي بيكون على الارض باسكال رح ناخذ سوا وقفه وبنرجع لكم وبنتابع لكن بنرجع لكم انا خلصت تحضرت الريوبات الباد وهلا رح هيدي الشقفه مبلوب لتنر رح ننظف فيها مثل ما قلنا بنمرق شقفه على البلاط اوكي لحتى نشيل كل شيء دهنيات ممكن تكون موجوده على البلاط خصوصا بالحمامات وبالمطبخ قويه ريحه التنر من بعد ما نكون مرقنا التنر بدنا بورقة إزاز كمان برجع بحافي حتى أكيد إنه نظفت مضبوط وشلت كل شيء ممكن يكون عندي جيد لزق هلا على فكرة ستيفاني أنا إذا كنت أنا بورشة مثلا أنا ورشة بيتي بعد مني مركبة بلاط وعبالي حط هيدا البيتون دغري بيحطوا بلا البلاط بلا هيدي الفاز اللي عم نعملها هلا أوكي. أوكي. هي نحن عم نعملها في حال عم نركب على ال بدنا نرجع نغير زهقنا 100% أجمل طريقة واحد يغير بلاط تبيع بلاط وهيك صح. بس إذا بيته مودرن كمان مزبوط مزبوط دونك أنا رح بلش حط عم ندلق بهالطريقة هلا لاحظ إنه في محلات مش كثير كثير بمدة لحتى تكون يعني تكون على كل البلاطات على ذات المستوى وهلا اذا بتلاحظي ستيفاني شو بيقولوا الجوان يعني عم بيعبوا بين بلاطه وبلاطه اول وجه ما رح تعبي كومبليتلي بتفوت لتحت بس بثاني وجه انا بقدر خبيها كومبليتلي وحتى اوقات اذا عم بتشوفي بصير يمكن عندي تجريحات بالبلاط هذا شيء كثير نورمال تجريحات بالدينين كمان على الصوت لانه بتعرفي فيها فيها مثل برغل قاسين هيدا الباودر مشان هيك بتجرح البلاط وبتجرح لك دينينك
بتاني واج بنسكر على المظبوط كل هيدول ال هلا بدنا نكمل هالموضوع جمعة الجاية. اكيد نحن هلا عم نعمل عم ناسس عملنا اول وج بال مسحنا بالتينر عملنا بورق الازاز وهلا عم نحط هالكوش صح عم نمد المعجونه لحتى تكون هي اول كوش بدنا ننطر 24 ساعه لتنشف صح اوكي شوف هلا كمان شغله انه لازم ننظف على طول الماليج بالمشحاف ماليج. لحتى ما يصير معه فيليج ولا لكن مثل ما قلنا الوجه الثاني هو يلي رح اكد انا انه خبالي او سكر كل العيوب يلي موجودين واكيد ايدنا بدها تكون مايله ستيفاني نحن عم نمرق المايلج يعني انا ما بدي مرقه هيك والا بجرح اكثر دونك انا اذا كانت ايدي مايله هيك باكد انه كل السيرفات اجى عليها القاضي قد ايه بعد عنا وقت لشوف دقيقة خلص الوقت تقريبا رح نسكر اخر بارتي يعني هلا بدنا ننطر 24 ساعة 100% بدنا ننطر نحن جمعة لنرجع نكفي بنكون بهالطريقة بنكون خلصنا أول فاز أول فاز صح بنرجع بنتابع جمعة الجاي شو بدنا نحط جمعة الجاي؟ اللون المعجونة معجونة معجونة البروت يلي هي اللي رح تعمل تعطي الإفيه اللي نحن بدنا إياه هيدي نحن عم نعمل تحضير للمعجونة مع الماليج حبيت هالاسم هيدي الماليج الأداة الأساسية للبلاط خلص وقتنا باسكال اوكي نحن بنرجع بنشوفك نيكست ويك الثلاث الجاي اكيد بتاني فاز بتاني فاز من هال وانا من هلا لوقتها عم بحضر لكم جايه بكره ارجع اعمل الفاز الثاني لحتى نكون اكيدين للمره الثانيه انه يكون كل شيء جاهز كل شيء جاهز اوكي مشاهدينا وقفه انا برجع بطلع عليكم بكوكينج اتوتالا